لا يختلف اثنان على تشجيع الصناعة المصرية وأنها هدف قومي لتحقيق التنمية والنهضة على كافة المستويات لكل أبناء الوطن. إن الصناعة المصرية قد قطعت خطوات هائلة نحو التطور والتحديث، كما تدخل الآن مصاف الجودة العالمية. المنتج المصري طبعا احنا نفسنا يرجع لسابق عهده، للعظمة بتاعته والإبداع. احنا بنشوف كنا الملابس اللي جاهزة بتلاقيها في لندن، وبتشوف القمصان المصرية في قلب لندن بتنافس أعلى الماركات العالمية. كل الوزارات الحكومية تشارك بالتوعية، لأن انت لو سألت أي حد يقول لك يا مصر بتعمل ايه، عرف ان مصر، عرف الناس ان مصر بتعمل ايه عشان الناس تشتري. هو بدا يتنفس، ولكن احنا يعني طالبين المزيد بمقارنتنا بالدول التانية. احنا نقدر ننافس، بس مهم ان يبقى في قوانين استثمار تبسط المسائل دي، تشجع استثمار، تشجع ايجاد اعمال. ذو جوده محترمه انا اخده واسيب الاجنبي تشجيعا لبلدي. لو الدوله عايزه تقف على رجليها وتكون دوله عظمى فعلا، لازم تطلع منتج كويس وتصدره عشان نقدر نجيب عملة صعبة ونعمل اكتفاء ذاتي داخلي كمان. المنتج المصري هو اللي يشجع نفسه بنفسه، يعني ده رأيي. يعني هو لو المنتج المصري جيد وبحالة جيدة هي الناس هتقبل عليه. إن عقدة الخواجة لم تعد موجودة الآن لدى المستهلك المصري، وسبب في ذلك توافر المنتجات المحلية بجودة وسعر منافسين جعلت المستهلك يقبل عليها. بيعجبني جدا لما بننزل نعمل تقرير في الشارع وبنسمع المواطن المصري وهو عنده الحقيقة ثقافة وعنده فكر وبيدعم مشروعات بلده، لكن لما نيجي نتفرج على المجمل، طب هو فين المشروعات دي؟ طب هو الشباب ده موجود ولا لا؟ طب هو بيفكر لنفسه ولا بيعتمد على آخر يفكر له، أو نوع مستني الوظيفة أو مستني الحكومة أو لا والله في مصر جميلة، عندنا نماذج حلوة جدا، وبدأت يمكن من فترة بعيدة جدا ان هو يمكن وهو في المدرسة او هو في الكلية فكر لنفسه، رسم لنفسه طريق وخط يمشي عليه، النهاردة هو صاحب مشروع. عشان كده احنا بنستضيف هذه النماذج في مصر جميلة. اسمحوا لي ارحب بالفنانة التشكيلية مروة شاهين، يعني صاحبة احد هذه المشروعات واخذت مسمى صنع في مصر وبتنافس الحقيقه. اهلا بيكي استاذه، اهلا بحضرتك، اهلا منورانا في مصر جدا. الله يخليك. اهلا بيكي يا مروه. طبعا يعني احنا قدامنا مجموعه من يعني انتاجك والحاجات اللي انت عاملاها بنفسك دي، طبعا عينه بسيطه، انت معاكي حاجات كتير، بس يعني احنا اكتفينا بهذا القدر. عايز اعرف بدايتك مع الشغل في الاكسسوارز جت ازاي؟ والله هي جت دراستي اصلا في الكليه، كان عندي ماده اسمها حلي ومعادن، وكنت بحبها جدا يعني الماده دي، وابتديت يعني قلت هبتدي بحاجه بسيطه، وفعلا ابتديت اعمل حاجات بسيطه ليا، عجبت صحابي وعجبت الناس، وابتديت اكبر الموضوع كده وامشي الخطوه ستيب باي ستيب. يعني هايل. انت عارفه طبعا وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي لها مزايا وعيوب، من مزاياها الجميله جدا انها بتساعد الشباب في التسويق. طبعا. قولي لي، هل خدتي الحكايه دي وعمل يعني بتحاولي تسوقي لنفسك من خلال مواقع التواصل، ولا بتسوقي ازاي؟ انا فعلا عملت كده، بس عملت كده كنت الاول بنزل، يعني انا الاول كنت اقتصر الموضوع على الاصدقاء والعائله، وبعد كده ابتديت اروح بقى ايفنتات كتير وفي اماكن عامه، وبعد كده لما لقيت فيه اقبال الحمد لله عملت لنفسي على الموقع التواصل الفيسبوك بيج، وفعلا ابتديت الناس بقت تتواصل من خلالها معايا، وبعد كده اخدت بقى مكان صغير ليا. يعني السؤال اللي ممكن شباب كتير وبنات كتير بتشوف حضرتك فيه، انت بتكسبي كويس؟ والله انا بكسب كويس، بس علشان اكسب كويس لازم اعمل حاجتين. اول حاجه اجتهد جدا علشان اوصل منتج كويس اقدر من خلاله اكسب كويس، وفي نفس الوقت المبلغ اللي انا بقدر بيه شغلي ما يكونش برضو عالي قوي التكلفه. لان احنا هدفنا ان احنا نوصل شغلنا لكل الناس وكل الطبقات وكل المستويات. انا هتوقف شويه عند الجزئيه الاولانيه لحضرتك، الهدف الاول وهو ان انا لازم يبقى شغلي كويس. تمام. الكواليتي. احنا بنقول دايما انه المنتج المصري حلو وجيد ومتوفر، لكن الفينش هو دي مشكلته. يعني
والله هو في حاجتين، هو الفينش والماتيريال نفسها. لان انا بيبقى متوفر طبعا عندي، يعني انا ما بنزل اشتري ماتيريال بتبقى موجوده انواع كتير وحاجات كتير، حاجات طبعا غاليه جدا جدا. احنا للاسف كمصممين بنكون تحت وطأة الموضوع ده، ان انا بيكون في حد مستورد علشان مثلا يستورد احجار مش موجوده عندنا في مصر، ما بتبقاش غير عنده هو، فبالتالي هو للاسف تبقى غاليه بالظبط. بيحط هو طبعا اسعار معينه، وانا بكون يعني لازم اتعامل معاه، لان في ناس بتبقى طالباها بالاسم. بس بيكون متواجد برضو حاجات تانية باسعار كويسه وخامتها كويسه، وفي اسعار رديئه، وفي ناس بتستعملها للاسف، وده بيسيء لينا ان هي بتستعمل الماتيريال السيئه دي وبعد كده بتوصلها وبتنتجها، وما بيبقاش فيه مصداقيه بقى بعد كده. صحيح، وده الحقيقه يعني بينسحب بقى على كل الناس المصممين بالزبط. لان كتير جدا مننا سيدات وبنات بيشتروا الحاجات دي سواء عن طريق صفحات الفيسبوك او حتى في اماكن تانية في المعارض العامه اللي فيها بارتيشنز ممكن تشاركي فيها في مكان، وبعدين بيكتشفوا ان الماده رديئه بعد شويه او انه الحاجات دي بتفك بعد شويه، وبالتالي بياخدوا موقف منها وبيروحوا للناس الكبار او المصممين الكبار. بالظبط. ازاي نعالج الموضوع ده، وازاي يبقى فيه ثقه بيننا وبين الشباب، علشان اولا اسعارهم اقل بالنسبه لنا فده هيبقى مكسب كبير، ثانيا احنا كمان عايزين نشجع المشروعات الشباب. تمام. علشان انا يبقى اقدر استمر لازم اكون عندي صدق مع نفسي الاول ومع الناس اللي انا بتعامل معاها او بوصل لها المنتج بتاعي. القصه مش قصه مكسب خالص، القصه قصه مكسب لعملاء مميزين بيقدروا شغلي اللي انا بتعب فيه، وفي نفس الوقت يبقى فيه استمراريه في التعامل معاهم. لا انا عايزه اوصل ان الناس تستنى الكوليكشن الجديد اللي انا هنزله بعد كده. القصه مش قصه مكسب مادي قد ما هو قصه ان انا اكون نموذج مشرف لبلدي، ويعني قدوه للشباب اللي بيبقى نفسها تعمل حاجه وعايزه تبتدي ازاي او منين. بدات براس مال قد ايه تقريبا؟ 200 جنيه 200 جنيه خدوا بالكم، يعني انه زي ما انا قلت في المقدمه الفكره انه انا اقدر اعمل حاجات كتير والبدايه ما تبقاش قويه، مش محتاج رقم يعني 200 جنيه. انا كنت يعني عايز يعني حابه اكمل دراستي ان انا اناقش ماجستير ودكتوراه وكده، بس طبعا عشان اتجوزت وقعدت وعندي اولاد فما قدرتش اكمل دراسه اكاديميه في الكليه يعني، وحبيت ان انا عايزه اشتغل يعني، وفي نفس الوقت مش قادره اوفق بين بيتي وولادي والالتزامات اللي ورايا واني اشتغل في مثلا في قطاع خاص او عدد ساعات معين، فحبيت اعمل الحاجه اللي بحبها. مش شرط على فكره الدراسه، في ناس شاطره جدا جدا في المجال ده وفي مجال تاني ومصممين ازياء كبار ومعروفين ومدرسوش. هي القصه موهبه ان انا اؤمن بنفسي الاول واؤمن بالمنتج اللي انا هقدمه واكون عندي اخلاص بس، مش اكتر من كده يعني. خلينا ناخد فكره كده عن المعروضات اللي قدامنا على الترابيزه دي عينه بسيطه، يعني نتكلم عن الخامات اللي مستخدماها كده بالترتيب. تمام. الكوليه الاولاني ده والخاتم والاسوار اللي قدامه، وانا عملت مبادره السنه اللي فاتت اسمها فضه كدابه، اشتري فضه كدابه بربع ثمن الفضه. الخامه اللي انا استعملتها اصلا النحاس، وبعد كده بعمل له طله، وبعد كده ماده عزل، وفي ماده بقى دي سر المهنه يعني ان انا اخليها تعيش معايا على المدى الطويل. اولا هي شكل الفضه بالظبط، ويعني اللي لابسها ما يفرقهاش عن الفضه، وبتسال كتير لما بنزل اي ايفنت او حد بيجي لي البازار بتاعي بيسالني دي فضه، فده معناه ان انا بوصل الصوره صح، ان انا بوصل المنتج صح. وفعلا ما بتغيرش خالص وما بيحصلهاش اي حاجه، وبتلبسيها ما بتسببش حساسيه، لونها مش بيتغير مع الوقت خالص، ما بيحصلهاش اي حاجه. علشان اي يعني واحده عايزه يعني يكون عندها زي الفضه وهي ما عندهاش الامكانيات الماديه تقدر تشتري حاجه زي كده. بالزبط. طب دي تروح يعني اتمنها بين قد ايه وقد ايه ان انا عندي طقم كده من ده كبنت يعني عاوزه برضو ان انا يكون عندي حاجه شبه الفضه؟ هو ما بيبقاش غالي، بس في حاجات بتبقى غاليه لسبب. احنا في الصنعه دي او الشغلانه دي حتى الصنايعي لما بينفذ الشغل يا اما بنعمل اسطمبه، الاسطمبه دي بنعمل منها عدد اعداد الحاجات اللي بتبقى سوقيه موجوده في السوق كتير. الاسطمبه طبعا علشان اعملها فبتبقى مكلفه جدا، علشان اعملها واقدر اكسب منها فبعمل عدد مهول من المنتج، يعني بعمل الافات مؤلفه. غير برضو لما اقعد صنايعي يعمل قطعه او قطعتين،
فطبعا بتكون اغلى، بس الاسعار بتتراوح ما بين مثلا لو قلنا مثلا احجار او كده مثلا ما بين 300 400 500، لو ده لو كوليه مثلا عامل له 5 6000 جنيه فضه. فما فيش مقارنه، فرق يعني الربع طبعا دلوقتي. حتى الاكسسوارات الصيني او المستورده يعني بالثمن ده. طبعا يعني احنا كده عندنا حاجه اقيم واشيك وشكلها شبه حتى الوحدات الفضه. بالظبط. الاحجار بقى اللي بتستخدميها واحنا شايفين منها صناعي قريب شويه من الطبيعي، والفكره والديزاين لا هو الاحجار الموجوده دي طبيعي، ده عقيق طبيعي، الاصفر والالوان دول ده حجر عقيق، وانا ما بستعملش الحجر الصناعي خالص في الشغل. هو موجود وما بيتفرقش على فكره، يعني غير اللي فاهم او دارس يعني الصناعي. علشان بس اقول نصيحه للبنات او السيدات اللي بيشتروا والناس تقول ده نحاس، لا النحاس ما بيتمغنطش، يعني دايما خلي معاكي مغناطيس صغير كده في شنطتك وانت بتشتري، المعدن بيمسك فيه على طول. النحاس لا. يعني عشان تفرق. بالظبط. عشان تفرق. والاحجار طبعا الصينيه موجوده كتير جدا في السوق وارخص بكتير، بس يعني مع التدقيق بتتعرف انها طبيعيه او لا يعني. طيب احنا عندنا برضو نموذج ده بدوي ولا نوبي؟ بدوي. ده جميل جدا وطالع موضه اليومين دول قوي، يعني اشكال كتيره. بالظبط. هو مسكه كمان علشان رمضان قرب، كل سنه وانتم طيبين. طيب بخير. فهو مسكه كمان ان هو بيتلبس على اي حاجه ساده. وبصراحه احنا عايزين نرجع التراث بتاعنا. يعني الفضه البدوي دي كمان ليها طبعا، الشغل ده فضه بدوي كمان اللي في النص اللي مع العقيق ليها طابع خاص يعني. طبعا احنا عارفين ان الفضه البدوي زمان كانت بتدل على الغنى اللي بيبقى عنده زمان، وبيستعملوها في المبادلات التجاريه، ما كانش فيه زمان فلوس او حاجات، فكانوا بيتبادلوا بالفضه دي. احنا مش عايزينها تنقرض، هي موجوده فعلا في سينا والناس بتعملها لحد دلوقتي، وبتبقى حرفه يدويه من اي تو زد يعني. ما بيدخلهاش مكان ابدا او تصنيع، فهي بصراحه نفسنا الحاجات دي ترجع تاني. لكن يعني الحاجات اللي هي لو دي لازم تبقى فضه، ما دي ما ينفعش معاها فضه كدابه. لا ينفع معايا فضه كدابه، هي فضه بس هي يعني هي مش بتغير برضو، هي قريبه من الفضه الكدابه بس من غير طلا. يعني الفضه الكدابه احنا بنطليها فضه وممكن بلاتين كمان وبنأكسدها، بس البدويه لا، يعني ما بتصديش برضو، بس هي بتبقى غامقه عن الفضه العاديه، ما بتبقاش مضيئه يعني، هي مأكسده بطبعتها. بالظبط. شوف اكسسوارات، انت عارفه الذهب غالي دلوقتي. طبعا. وطبعا مش اي حد يقدر ان هو يروح يشتري، او ان البنت عموما او السيده عموما بتحب تغير كتير يعني شكل الخواتم والديزاين بتاعها وكمان الكواليتي بتاعها، يعني دايما نفسها تلبس حاجه والناس تحس ان هي فعلا اوريجينال او حقيقيه. بتعمليها ازاي؟ والتصميمات دي بتستعيني بموديلز اجنبيه ولا دي كلها افكارك؟ لا هي كلها افكاري، وانا بحب الحاجات الشرقيه. يعني انا بينطلب مني حاجات طبعا بعملها بالاوردر، حاجات انجليش وحاجات اوروبيه وكده، بس انا بصراحه بعملها ومش حاسه ان انا يعني بعملها شغل، مش بعملها فن. لان في فرق كبير ان انا اقدم فني، او يعني كل مصمم بيبقى ليه روح خاصه يعني وطابع خاص. اي شغل لما بيتشاف، يعني انا لما بنزل ايفنت وحد بيقول انت مروه شاهين او ده شغل، او يعني لسه كنت في ايفنت قريب فبنوته بتشتغل معايا برده ونازله معايا الايفنت، فبتقول لي حد بعت لي الشغل بتاعك، كنت عامله كوليكشن تراثي للفنانين القدام كلهم، ام كلثوم وكده وفيروز، فبعتت لها قالت لها انا عايز اعمله، قالت لها ده شغل مروه شاهين وانا مش هقدر اعمله زيها. فدي طبعا بحس ان دي البصمه بتاعتك بالظبط كده، حاجه مميزه. طب نصيحه توجيهها في نهايه حديثنا لكل شاب يعني شايف في نفسه في قدره على انه يعمل حاجه بتاعته، عنده موهبه فنيه لكن ممكن يستسهل ويقول لا خليني في الوظيفه حاجه مضمونه ودخل ثابت وغيره، تقولي له ايه وتنصحيه بايه؟ اول حاجه ما تخافش. يعني انا ابتديت مشروعي ب 200 جنيه ونزلت اشتريت سلك واير وقعدت اشتغل وعملت قطعه قطعه، وما كنتش قادره وقتها لان انا كنت حابه اعتمد على نفسي. الحمد لله انا مرتاحه ماديا وزوجي الحمد لله برضو، بس انا كنت عايزه اعتمد على نفسي، عايزه يبقى انا ليا دخل خاص، انا اللي قايمه بيه، انا المكسب والخساره بتاعتي. فما خفتش، خليك مؤمن بنفسك، ما تستسهلوش، يعني مش هتحسوا
بقيمه الحاجه وانتوا بتاخدوها سهل، لما بتتعبوا فيها بيبقى ليها مذاق تاني. وعشان تحافظ على ده لازم تكون ربنا قدامك الاول، وبعد كده انك تكون مؤمن بنفسك. نورتينا مروه، بشكرك توفيق. نموذج الحمد لله، يعني انا بشوف انه جيد جدا، انه انا بفكر وبصنع حاجه والانتاج بتاعي ببقى شايفه ناس كتير بتتداول فيه، ده شيء مهم جدا. اشكرك شكرا جزيلا، نورتينا في مصر جميله. كده تكون خلصت حلقه النهارده من مصر جميله. شكرا جزيلا يا شكرا.